أندرو تيت من أكثر الأشخاص شهرة على وجه الأرض، على الرغم من أنه محظور من جميع منصات التواصل الاجتماعي، يعني ما إله حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك بيعتبر من أكثر الأشخاص بحثا في محركات بحث جوجل لعام 2022. من هذا أندرو تيت؟ وشو قصة الفيديوهات التي انتشرت له في الفترة الماضية عندما تم القبض عليه وسجنه؟ كل هذه التفاصيل راح نتحدث عنها في فيديو I knew it was coming. I absolutely knew it was coming because of how old this video was. I truly believe they're gonna come and they're gonna try and kill me in a long enough time frame because they tried to shut me up and I won't shut up. الماضي صيد ضجة كبيرة، وكل الناس راح تبحث في محركات جوجل عن قصة سجن أندرو تيت، لأنه انتشر له فيديوهات كثيرة أنه تم القبض عليه وهو وأخوه من الشرطة الرومانية بتهمة الاتجار بالبشر. طيب، قبل ما أدخل في التفاصيل العميقة، وكيف تم إيقاع القبض عليه وشو القصة؟ خليني أعرف منكم مين اللي ما يعرف أندرو تيت ومين أول مرة يسمع فيه. شايفك اللي ما تعرف عنه كثير، تعالى خليني أحكي لك قصة أندرو تيت وأعرفكم عليه قبل ما ندخل في قصة السجن أندرو تيت. أندرو تيت مواليد 1986 في واشنطن أمريكا، ولكن ما عاش كثير في واشنطن لأنه بعد ولادته أبوه وأمه انفصلوا، وأمه راحت تعيش في بريطانيا في مدينة لوتن. هو راح مع أمه إلى بريطانيا، أي بدأت نشأته في بريطانيا بالضبط. طبعا راحوا لبريطانيا وإلى مدينة لوتن بالضبط لأنه السكن بهاي المدينة مجانية. طبعا أندرو تيت حاليا يعتبر من أغنى أغنياء العالم، وشوفوا كيف كانت بداية حياته. أما أب أندرو تيت فهو أمريكي من أصل إفريقي وكان لاعب شطرنج دولي. فأندرو تيت تعلم لعب الشطرنج وهو عمره 5 سنوات لأنه ورث هذا الشيء عن أبوه، ودخل بالشطرنج في بطولات كثيرة أندرو تيت وهو صغير، ولكن شاف أن لعب الشطرنج ما في منه أي عائد مادي، فلما كبر شوية راح يتعلم كيك بوكسين، وفعلا تعلم الكيك بوكسين وأخذ فيه بطولات، يعني صار ملاكم. على الرغم من أنه وضعه المادي سيء، يعني ما عنده أي أكل يغذيه بالبروتين، فهو كان يعمل هو وأخوه، كانوا بيروحوا لمطعم كي إف سي وينتظروا الناس لما تخلص وجباتهم، ويجوا وراء الناس ويأخذوا بقايا الدجاج، وهو بس مو بس ياخذوه وياكلوه، ياخذوه معهم للبيت ويجمدوه أيضا، بيحطوه بالفريزر. أنا ليش قاعد أحكي لكم هاي التفاصيل؟ لأنه هذا الشخص اللي قاعدين نحكي عنه يعتبر من أغنى أغنياء العالم حاليا. فشوفوا كيف كان وهو صغير، وهو ما كمل بلعبة الكيك بوكسين لأنه شاف ما رح تجيب له فلوس كثيرة وما حيساعده على تحسين وضعه، فقرر أنه يسوي شيء جديد، وفعليا بلش يقدم دورات على الإنترنت، وهي الدورات مدفوعة، يعني تدفع رسوم حتى تحضر هاي الدورات، وفعليا ضبطت معه. ففي فترة قصيرة قدر يشتهر على أنه مؤثر على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وبلشت حياة الثراء معه، وبلش يصورها للناس من سيارات وحياة فارهة جدا، وبلش يحكي عن حياة الفقر وكيف تبني بيزنس. كما شاف الناس قاعدة تتفاعل معه بشكل كبير، بلش يحكي في مواضيع مثيرة للجدل، مثل أنه المرأة تتحمل التحرش اللي تتعرض له، ويحكي كلام عن النساء بطريقة معادية، وهذا الشيء زاد من شهرته بشكل كبير، وبنفس الوقت زادت كراهية الناس إله. ورغم ذلك مقاطع تلاقيها منتشرة في كل مكان، وخاصة التيك توك. وطبعا الشيء الغريب والصادم أنه مش هو اللي قاعد ينشر المقاطع هاي، بل الناس اللي قاعد تنشر هاي المقاطع، يعني أي موضوع يحكي فيه الناس تنشره، وهو ما إله حسابات، وهو محظور من كل منصات التواصل الاجتماعي، يعني محظور من نشر في منصات التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك الناس تأخذ مقاطعه وتنشرها بشكل كبير جدا، لدرجة في مقاطع عليها ملايين المشاهدات. وطبعا موضوع نشر مقاطعه إلها نظرية ثانية يا عزيزي المشاهد، كان يدفع للناس اللي بتنشر مقاطعه، يعني أنت روح انشر مقطعي وتجيب عليه مشاهدات وتعال إلي
اللي بيدفع لك مصاري. طبعا في بعض كلامه جدا محمس وجميل وخليك تتحمس ان تشتغل وتتعب على نفسك، ولكن في وجهة ثانية له كلام جدا سيء. يعني في احد الايام اللي ما يعرف انتشر له فيديو هو قاعد يضرب امرأة بالحزام، وطلع عند روتيت وحكى انه هذا الفيديو مو اله، وهذا الفيديو مجرد فوتوشوب ومونتاج ومش انا اللي فيه. يعني انا قاعد احكي لكم اللي قاله هو، وأحكي لكم هذا الكلام لأنه راح يفيدنا لقدام أو بقضية سجنه. طبعا كل المقابلات اللي بيعملها لازم يكون في شيء مثير للجدل، بس تخلص مقابلاته لازم الكل يحكي عنها، وهو صريح في مقابلاته لدرجة أنه قال في إحدى المقابلات أنه أحد المشاريع اللي عملها في الحياة أنه كان بيستغل النساء في البثوث المباشرة عشان يكسب الفلوس. طبعا ما بدي أدخل في تفاصيل هذا الكلام، عادي هو حكى في مقابلة. طبعا قلت لكم بعد هذه الأشياء شركة التواصل الاجتماعي كاملة سكرت حساباته، مثل تويتر سكروا له 3 حسابات، وإنستغرام حساب كان فيه عنده 5 ملايين متابع، ويوتيوب سكر حسابه، وحتى التيك توك سكر حسابه، وحكوا أنه ينشر محتوى ويهاجم أو يهدد أو يحرض على العنف أو ينزع الصفة الإنسانية عن فرد أو جماعة، يعني انتهاك سياساتهم. تعال ندخل على القصة اللي صارت معه اللي تسببت بسجنه. طيب قبل شهرين من الآن كلنا نعرف أن تويتر انباع لإيلون ماسك، فلما تويتر صار لإيلون ماسك قرروا أنه يعيدوا تفعيل حساب أندروتيد، يعني حسابه رجع. ولما رجع حساب أندروتيد قرر أنه ينزل تغريدة، وهي التغريدة انفجرت بكل مكان. هاي التغريدة كانت بينه وبين ناشطة المناخ غريتا، وكتب في هذه التغريدة أنه عنده 33 سيارة فارهة، وبلش يشرح أن سيارته موتورها كبير، فقال للناشطة ارسلي لي إيميلك عشان تحسبي سيارتي كم بيطلعوا من غازات سامة. لا تسألوني شو إجا على باله لما يكتب مثل هذه التغريدة، ولكن الصدمة برد غريتا عليه. تخيلوا يا إخوان أنه رد غريتا عليه شاف أكثر من 250 مليون شخص. طبعا ردها كان في كلام ما بينحكى أنه شخص متباهي على الفاضي وشوف لك شخص ثاني، ولكن تفكرون أنه سكت؟ لا، طلع بفيديو ردا عليها. طبعا الفيديو كان جد مستفز من طريقة حكيه للباسه، وبيدخل في الفيديو على أنه بيطلع غازات سامة، حتى هو قاعد بيصور الفيديو. هو كان بيرد عليها كان طالب بيتزا، ولما البيتزا جاءت والشخص أعطاها له حكى له أنه متأكد هاي البيتزا مو مع تدوير الغلاف تاعها، يعني زي أنه مو مهتم للبيئة وسلام. وذلك يستفز غريتا، ولكن ما كان بيعرف انه صندوق البيتزا هذا اللي جايبه هو اللي راح يخرب بيته، لانه بعد ما نشر هذا الفيديو مباشرة تم إلقاء القبض عليه، وما تم إلقاء القبض عليه بشكل طبيعي، ولا بل كان موثق بالتصوير لحظة دخول الشرطة على بيته للحظة مسكه هو وأخوه ومعهم أيضا 4 أشخاص. ولكن شو دخل بعد ما انتشر الفيديو تم إلقاء القبض عليه وبيتزا؟ طبعا يا عزيزي المشاهد، أندروتيد كان مطلوب منذ الشهر 4 الماضي بتهمة الاتجار بالبشر وأكثر من تهمة ثانية، ولكن لما انتشر هذا الفيديو إله وشافت الشرطة الرومانية علبة البيتزا اللي جايبها معه في الفيديو، عرفوا أنه موجود برومانيا، لأنه مطعم البيتزا اللي طالب منه مو موجود بأي بلد بالعالم من غير رومانيا. يعني قطعة البيتزا اللي طلبها هي كانت سبب سجنه. عارف أنه أول شيء راح يخطر في على بالكم هو كيف الشرطة ما مسكته في رومانيا، وهو كل أسبوعين أو كل شهر كان مسافر، والشهر الماضي كان بدوبي وقاعد يصور سياراته الفارهة بدوبي. كيف ما مسك في المطار الروماني؟ لأنه أول ما بيدخل المطار لازم يشوفوا الجواز ويمسكوه. يا عزيزي المشاهد، هذا لما كان بيسافر على دبي أو بيسافر على أي بلد ثاني ما كان بيدخل عن طريق روماني مباشرة، بل كان بينزل في بلد جنب روماني ويدخل عن طريقها، لأنه معروف في أوروبا ما في ختم الجواز بين البلدان. فأنت عارف أنه لو سافرت فرنسا تقدر سافر لألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، لأنه بيعتبر حدودهم واحدة وإجراءاتهم سهلة بينهم، وهيك دخل رومانيا آخر مرة. المهم بعد الشرطة البريطانية حكت أنه سبب القبض عليه هو أنهم راح يحققوا معه بتهمة الاتجار بالبشر، وأنه الأشخاص اللي معه شكلوا جماعة إجرامية منظمة هدفها أنها تجند النساء وتستغلهم وتخليهم يصوروا فيديوهات إباحية ويأخذوها وينشروها.
عشان الفلوس. حكت الشرطة أنهم قاعدين يحققوا معه من شهر 4 الماضي، ولكن هو كان مسافر وما بين من شهر 4، غير لما اكتشفوا أنه برومانيا من بيتزا. وحكوا في البيان أنه في 6 أشخاص تعرضوا للاستغلال الجنسي من قبل هاي المنظمة اللي هي منظمة أندرو تيت، وقالوا أن الضحايا تجندوا بالإجبار تحت التهديد. ولما الشرطة ألقت القبض عليه كانوا مصورين فيديو، وكان في عنده في البيت أسلحة وسكاكين ومبالغ مادية كبيرة جدا. واللي خلى موضوع أندرو تيت ينفجر بكل مكان هو أن أندرو تيت كان حكي في مقابلة قبل ما ينمسك وقبل ما الناس تعرف أنه عليه أي موضوع، كان بيحكي في مقابلاته من قبل أنه حياته مهددة بالخطر، وأنه لو سمعتوا خبر وفاته بيوم من الأيام فعرفوا أنه هو الشخص مستحيل يقتل نفسه. وأنتم ما رأيكم في قصة أندرو تيت؟ هل هو مذنب أو مجرد ضحية؟